فواتي، فعاليات رياضة وحكواتي وألعاب وورشة عمل. وإحنا هدفنا نوصل لجيل اليوم قديش كيف كانوا أجدادنا عايشين وقديش مهم إنه نحافظ على تراث أجدادنا. أدوات التراثية نحب نعبر كل أهل البلد الأشياء والسطلي والبذور وال. احكي لنا شو شايف والأشياء اللي بتعرفها. شايف صار إشي جديد ومثل هاي المكوة كانت من زمان إسا صار إشي تاني وفرن عربي المحراب طحونة القهوة. وبشكر معلمة ريما ومعلمة أمال ليوس. أنا ننسى عبسي بهذا المعرض بضم عنا بيت الجدي. بيت الجدي اللي هو كان يعبعكس شو كانت الجدة تعمل كانت تعمل للأحفاد، كانت تخيط لهم، كانت تستعمل أدوات الخياطة، هي تخيط لهم هاي الأواعي والأشياء اللي هم كانوا يلبسوها. كان هذا عنا زي كيف كانت جدي تلبس عنا من زمان، هذا زي التراث القديم كانوا يميزوا في النساء. ومع ضبة العتمة كل كانت الجدة تجمع كل أحفادها عندها، كل العيلة كانت تجتمع بهذا البيت الصغير. احنا هون بزاوية الجديدة عمليا المحطات كلها عندها هي زوايا اللغات. بزاوية الانجليزي الطلاب حضروا، الطلاب من مجال مختلف حضروا مواد اللي تخص او تختص بشجرة الزيتون، امثال اطفال معلومات باللغة الانجليزية طبعا بطبيعة الحال، كمان بلغتنا الام اللغة العربية، أطوال معلومات تختص بالتراث بشكل عام وشجرة الزيتون، زيتون بشكل خاص، وبزاوية اللغة العبرية طبعا. وبحب أنوه وأقول إنه بالوسط ما بين الزاويتين، ما بين اللغة العربية واللغة العبرية، حطينا شجرة الزيتون اللي بتمثل شجرة السلام. أجداد وبيت الجدة كان يجمع كل العائلة. حتى نركز على النقطة، جمعنا أمور اللي تتعلق بالجدات من ملابس، أبعد الخياطة اللي فيها الخيطان اللي كانت تخيط فيها الجدة ملابس الأولاد والأحفاد، وتحاول تحميهن حتى تحاول تحميهن وتدفيهن بليالي الشتاء القارصة. طبعا مع غروب الشمس وطلوع القمر كانت الجدة تجمع أفراد العائلة حد المرأة حد النار حتى تدفيهم وتحميهم وتحسسهم قديهم محبوبين وقديهم تابعين لعائلة واحدة موحدة. حتى نعلم أولادنا التاريخ أصرينا ووضعنا كمان لمسات معلوماتية اللي بتحكي عن مأكولات الأعياد، بتوضح وبتحكي عن البيت القديم، صور من القديم، المواقع الأثرية لخصوته، وطبعا معلومات إضافية عن معروضات الموجودة بالمعرض اللي شفته سابقا. طلبنا كمان من الطلاب اللي عند الموهبة بالفن والرسم إنهم يفرونا ويزودونا ببعض اللوحات. وعندكم هون مجموعة مصغرة من هاي لعبة ايش اسمها؟ هاي ايش اسم اللعبة؟ هاي ايش اسم اللعبة؟ أربع حجار. وشو كيف اللعبة هاي بتكون يعني؟ رئيس الفرقة هو اللي بعين الحجر بعد الحجر. احكي جورج بالضبط اشرح لنا اللعبة. جورج شو الهدف منها يعني؟ ايوه الحجر الأخير بالنطة. الحجر الأخير بالنطة.
بس الرئيس ما بده بحب لازم يغير الحجارة كيف هو بده. الرئيس لازم يغير الحجر كيف هو بده، واللي هن لازم يقطعوا الحجر، لازم يخبطوا بين الحجر والثاني خبطة واحدة، إذا ما خبطوا إذا خبطوا أكثر من خبطة بيطلع برا. وانت بتخلص اللعبة؟ تيخسر تيضل لآخر شيء. شبك ويوم هذا هذا الرئيس غير الحجر. شو اسم اللعبة أول شيء؟ من ساكي حمار. شو اللعبة إيش بتقول؟ إنه لازم أنت نور لازم يكون مغمض. بيجي هذا اللي وراه يسوي برش من وراه. هوني هذول لازم يعطوا صفات عن اللي وراه. هو لازم يحزر من وراه، إذا حزر هو بيطلع ظهره. يلا خليه يلعبوا خلينا نشوف. يلا بس شو سيد احكي. بعيد احسر احكي. هذا ولد بالصف. هو ولد بالصف. احكي 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 اطلع ظهره. لا انت لا لا اطلع مشهور تطلع. ايوه بيبلعزف. قول لك عمتي ولا امك؟ نعم. تحكي لنا شويك عن طريق الخبز، كيف بتخبزيه؟ ممكن تشرحي لنا كيف بتعجني، كيف بتخبزيه، شو بتحطي بالضبط؟ بركي تعلمي هون المعلمات هون الجداد الجيل الجديد. طريقة الترويج بنجينا بنقطعهم هيك اكواب بنجينا نقطعهم صغار نروج عندنا طحين سميدي بنكتر عشان ما يلزقوش. انت مين علمك هاي الشغلة؟ امي. امك معلوية؟ عن البير او عن طبع الميه بالسرعه. وين بدنا نلقاهم؟ بالسرعه. ولما اهل البلد عرفوا وشاعت الخبر انه ظريف الطول بحب عماد قامت الايابه والطوش والخناق ولا بدهم يمنعوا ويفرقوا عناد عن ظريف الطول. شو سووا؟ مسكوا عناد هيدها حبسوها في الغرفة وحطوا حراس من أخوتها وأولاد عمومتها. ممنوع تطلع، ممنوع تنزل، الأكل يجيبوا لها يعطونا إياه جوا. ظريف لما بيعرف الخبر اتأثر وحزن وتألم. أنا أكون السبب إنه حبيبتي ما تطلع ولا تنزل وتحبس؟ والله والله غير أطلع من البلد. سمعت عناد انه حبيبها ظريف الطول بده يطلع من البلد. ما بتقدر تشوفه، بتبلغ رساله. بعثت رساله مع صاحبتها. شو بتقول؟ يا ظريف الطول وقف تامن لك، رايح على غربي وبلادك احسن لك. كيف يا ظريف تروح وتتمنى وتعاشي من غير وتنزل انا. وسهل كثير. طب هي بتقول لك يعني لا تتركني وطوش تتبلغ. عزت عليه ليش؟ ليش كان عند عناد شك 1% انه اذا رحل من البلد رايح عنده اراضي في البلد، عنده اموال، عنده زراعه، عنده شيء، مش ناقصه شيء. يروح يتملك يشتري بيت. انا اللي بحبك يا عناد، انا اللي بموت فيك ومستعد اضحي بروحي عشانك. انا بتضل فيي ولو ظل خفيف اني اروح اتملك في بلد ثاني ولا اشتري بيت ولا اتزوج. انا لا حمل حالي.